في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المغربية الإيفوارية، أجرى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل مع نظيره الإيفواري أمادو كوني مباحثات تمحورت حول تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالنقل واللوجستيك. ما تكلمناش في هذا اللقاء هذا ثنائي على السلامة الطرقية خصوصا، ولكن تكلمنا على جميع المجالات اللي يمكننا نطوروا فيها التعاون ما بين البلدان واللي تتعلق بقطاع النقل وقطاع اللوجستيك. القارة الإفريقية عندها إمكانيات كبرى فيما يخص الرواج التجاري والرواج الاقتصادي. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق لكيفية تفعيل اتفاقيات تمكين مهني النقل المغاربة والإيفواريين من الاشتغال في إطار مريح لتحسين أداء النقل بين البلدين. هذه المباحثات شكلت مناسبة لتعزيز الربط بين المغرب وكوت ديفوار بهدف النهوض بالمبادلات والاستثمارات الثنائية في مجالات النقل واللوجستيك. وتكمن أهمية هذه المباحثات في تعزيز الربط بين البنيات التحتية المينائية بين البلدين، خاصة بين ميناء طنجة المتوسط وميناء أبيجان، مع الاستفادة من التجربة المغربية الناجحة.